بص يا جماعة، باختصار الفيديو دوت، المية ديت السمك اللي فيها متعود على أكل الخضرة، بياكل ورد النيل، بياكل البوص. فبما إن أنا ما معيش ريمة الأيام ديت ومش عارف نصطاد بالنسيلة، هنجرب نجريله بإيه؟ بدود الأرض. طبعا أنا معايا ابني الصغير وهو مصاحبني في الرحلة دي. يلا نشوف الفيديو، إن شاء الله هيعجبكم بإذن الله. ايه والله يحيى، والله يحيى كبير. حلو، صعب، حلو والله، من بطنها الجزيزه على البركه يا جماعه. اهو بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده السمك اللي احنا خدناه، سكله على الله انا والكومنده. ايه يا هندسه هتقول؟ الكومنده يحيى اللي عاوز يمشي والناموس قرصه. والناموس قرصه. طب ايه تاني هتقول لهم؟ ايه، اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. يلا يا جماعه ما تنسوش اللايك عليه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. بصوا يا شباب، النهارده ان شاء الله هنقول لكم في موضوع كده بسيط كده. هي سبحان الله يعني كل حاجة في الدنيا نصيب. انا كنت ناوي نطلع تسقيط، ما حصلش نصيب. بعد كده لاخويا ماجد حسن برضه ما حصلش نصيب. المهم اكتر من طلعة، وايه يعني باظت معايا. انا كنت حابب نغير يعني الصراحة. طبعا رحت ايه، حسيت ان انا المكان دوت ليه رزق عليه، فقلت ان انا ايه نيجي هنا. بس انا جاي هنا النهارده جاي نجرب حاجه جديده، يعني مش هنصطاد بغله بس، انا هنصطاد بغله وهنسرح بفل الطعم. بالنسبه لعود الغله ان شاء الله، عود 3 متر شكسبير عليه شعر 30، سنار 4 الامين ملوي، رشيت شويه غله في الدور وهنصطاد بيه. بالنسبه بقى لعود الطعم ان شاء الله، عود 3.5، خيط اساسي 35، رمال 25، سنار 6. فهنجرب ان شاء الله. طبعا معايا انا ايه واحد صاحبي، يعني اجمل صياد في الدنيا، الحاج يحيى الخوالقه. طبعا يحيى خد عصيره، سندوتشاته، شوكولاتاته، وجاي معايا ان شاء الله. ربنا يكرمنا نعمل لكم فيديو حلو وفي افيه جامد خالص، يعني عن كذب الصيادين هتسمعوه معانا. خليكم معانا ان شاء الله، هتتمتعوا معانا في الفيديو ده باذن الله. صلي يا يحيى، صلي صلي يا يحيى، صلي يا صاحبي، صلي يا صاحبي، صلي. شفتك عشان هناخد سمك كبير. يلا بقى يا يحيى. عينيك يا سمكاية، مش عينيها عينيها، ارميها بقى حرام ما تعذبهاش بقى. ايوه جدع يا جدع، ارمي يلا. عشان تدخل برك عليك. مش راضية تظبط، مش راضية تظبط. الدور من النكتل ده، الدبو بتاعك اللي انت اخترته. صلي 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 على صلي يا يحيى. بلع يا يحيى بلع، حط على ايدك كده، حط على ايدك. يلا يلا تعالي تعالي العب يا يحيوحة. بس يا معلم، بس قربه، بس قربه بس. بص هترمي كده اهوت وتصبر عليه. اهي انا مسلمك الدور شغال اهوت، اهي يا دوبك بتنزل بتيجي غامز. ماشي يلا سعر. اصبر على كمان ضربه اهي، انا مسلمك الدور شغال 10 على 10. ايوه 10 على 10. ماشي؟ ايوه، والطريقه بتاعتنا الفلوس 10 على 10. بص اهي، يا دوبك اول ما بتنزل بتيجي غامزه اهي. هتعرف بقى تصطاد ولا ايه؟ ورع. اهي بص شكلها كبيره دي ان شاء الله. ايوه شكلها كبيره. والله كبير. والله كانت ضربة حلوة برضو. اصبر كمان. يا عم اصبر بقى. انا بصراحة عاوز اصطاد. اهي الدور شغال اهو 10 على 10، يا دوبك من انزلهم بتغمز. ايوه ماشي، اول ما ننزلهم تروح مغمزة. صح
صح؟ ايوه. ما تقعدش بقى تقول لي فيلتي ما بتمشيش، وانت انت بتجيب سمك وانا لا، والكلام ده. ماشي، الدور شغال على 10 على 10 اهو، انا ماليش دعوه بيه. بص يا صاحبي، بص ها، بص شفت الغمز زي دي؟ ها ضاعت اهي اهي، ما ضاعتش ولا حاجه. يالا اهي اهي، يالا هات فكها، هات فكها يا عم، تعالى يا ابني. نرموها دي عشان صغيره شويه، يعني ما تلفش السنار كده. طب اهو هنسلكها لك اني. امسك، استنى ما تمسكش السنار من هنا، استنى حاسب السنار بتشد في ايدي. طب اوعى بس، مش كده مش كده، استنى جدع يلا. يعني انت كنت تسلك عشان خلي بالك ما تحركهاش ياما. يلا يلا يلا، ما خلاص مش يلا كده بقى، ما كده الشده دي كده مش حلوه مش ظريف. يلا يلا، معاك سمكه معاك سمكه. ايه ايه، كلت منك الطعمه اهي، معايا طعمايه. ما بتغمز وانت يا ريتك بتطلعها اهي. يا ابن اللذينة يا ابن اللذينة. ايه حلوه، لا الولا بقى صياده يا جدعان. يلا اطلع معايا، سلكها بقى. مش كبيره؟ حلو حلو، كبيره مش كبيره اهو، بس حلوه يعني، مش كبيره جامد. ايوه انا حاج بتاع الكبير يعني، انا حاج بتاع السمك الكبير يعني، لكن انا بتاع السمك الصغير. انت بتاع كل حاجه يا حاج. ومزرجه كده ليه برضه؟ ايه مزرجه كده ليه؟ مش عارف، عايزين بقى الناس تعرف لنا الحكايه دي. السمك ده مزرق اللي اسمه ايه؟ ما تطلعها يلا. اسمه السمك البطاط. البطاط. ايوه. طب ما تطلعها يلا. سمك البطاطا. سمك البطاطا. السمك البطاطا بتاعت البطاطا. بس سمك البطاطا دي مشكلة، ممكن تعضك من مناخيرك؟ من ودانك. مش عارف يطلعها. بص، مش عارف يطلعها. قلت لك ايه؟ ما قلت لك سمك البطاطا مشكلة. المرة دي هقولك هطلع بالمكنة. سيبها تريح بس شوية، سيبها تريح عشان شكلك معاك سمكة أصلا. ولا معاك سمكة يالا؟ جبتها بعدين رحت رميها كده. انت معاك سمكه جاريه بيك اهي. لا مش كده يا حي. مش كده يا حي. مش كده يا حي خالص. ماشي. هو سمك صغير، ما احناش عايزينه اصلا. سمك من التقي. حرام. لا سمك حلو. لا ايه دي جايه فين؟ ماشي براحتك. ماشي يا اختي. صلاة النبي، صلاة النبي. عايز اضرب، عايز اضربها. ايه؟ عايز اضربها. اضرب. لا بس اضربها بالراحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بص، اصبر اصبر اصبر. حتك بتغمز يا رهر يا رهر. ايه طلعت لي سرديناي عشان تاكلي على سنيناي. قولي
كولي 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 يا بوي، افتحي بوقك عشان تاكلي، افتحي بوقك. ده عاوزة تاكل السمكة. قولي يلا قولي قولي يا مسكر. اكلت ايه؟ صلاة النبي، صلاة النبي، العب صلاة النبي. بصوا يا جماعة سمكتي، ليه بيشوفوا سمكتي يا بابا؟ ليه بيشوفوا سمكتي؟ ليه بيشوفوا سمكتي؟ ويحيى عوض. أنا طلعت شردناية يا جماعة. المفروض تفتحها عشان نفطس. اهدى عشان ما تخوفش السمك. السمك حاجة صغيرة بتخاف. ايوه طبعا، لكن السمكة الكبيرة القرش الكبير ما بيخافش. لا ما بيخافش، لما بيسمع صوت بيجي ياكله. هو فين بقى القرش؟ ايه في قرش هنا؟ لا ايه يبقى في البحر المالح. انا بحر مالح. ولا 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 شفت يلا الضرب يلا. شفت يلا الضرب يلا ازاي؟ عرفت بقى يلا؟ هتهلي دي يا صاحبي. خد يا صاحبي الجزيز على البركه يا جماعه. اهوت بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده السمك اللي احنا خدناه، سمك حلو يعني. يعني مثلا ايه حجامة زي ما انتم شايفينها ايه. طبعا انا الليل دخل عليا، انا عارف ان اغلب المشاهدين ما بتحب الصيد الليل، ف ما رضيتش نصور بالليل. ماشي على البركه. هو السمك برضه هنا على الكفه اهي. يعني بسم الله ما شاء الله اهوت. يعني كله ايه، كله يعني اغلبيه السمك كله والله الحجم ده يعني على البركه اهي. عايز بس نوريها لكم على كف ايدي طبعا اهي، من غير تكبير كاميرا ولا حاجه. طبعا ان شاء الله دي نهايه الفيديو بتاعنا، هنتوكله على الله انا والكوماندا. ايه يا هندسه هتقول الكوماندا يحيى اللي عاوز يمشي والناموس قرصه والناموس قرصه. طب ايه تاني هتقول لهم؟ ايه اعملوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. يلا يا جماعه ما تنسوش اللي قال لكم عليه. سلام عليكم.